الخير مشاهدينا، ويوم جديد من برنامج يوم في الخير. في الحقيقة حابة ان احنا النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع اهم التحديات اللي بتقابلها الدولة، من مشكلات سكانية وبطالة وهجرة للخارج لبعض الشباب. طبعا تحديات كتير جدا بتواجهها الدولة، علشان كده ان احنا عندنا قيادة حكيمة وعايزين نخرج من الأزمة دي، فاقترحت بعض المشروعات في المدن الجديدة، منها كتعمير لهذه المدن، وبالإضافة إن هي تكون مشروعات جيدة للشباب. في الحقيقة من أبرز هذه المشروعات هي مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، كانت مشروعات قومية وأكثر من رائعة. في الحقيقة إن هم أول حاجة طرحوها إن هي كانت طبعا بالتعاون مجلس دولة الوزراء بالتعاون مع التنمية المحلية وإحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار والاستصلاح الزراعي للشباب. طرحت أراضي للشباب كمبادرة منها وتدعيم. كانت مميزات الأراضي دي أول حاجة إن طرحت 10,000 فدان توزع على 1,000 أسرة، يعني بمعدل ان كل اسره هيبقى ليها 10 أفدنة، بالاضافه ان المناطق دي برضو كانت بتتميز بان هي تكون في مناطق جذب من محافظات الوادي الجديد، بالاضافه ان هي الافراد اللي هيكونوا بيها بيكون ليهم حق الانتفاع على ان تملك فيما بعد. كمان سهلت جدا على شبابنا ان هي يتم تقسيط هذه الاراضي في فتره تتراوح ما بين 7 سنوات لل10 سنوات. طبعا برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا والمميزه للمشروعات دي ان هي الحقت المناطق وبعض البيوت لهذه المشروعات، منازل ريفيه طبعا لتسهيل مهمه الشباب. طبعا الدولة كانت هنا بتستهدف بالتحديد الشباب من محافظات الصعيد لهدفين، أول هدف منهم إن هو يعني لأن المناطق طبعا الريفية بتتميز بالكثافة السكانية، وثانيا إن الشباب المناطق الريفية هم أكثر ناس هيستطيعوا إن هم يزرعوا ويستصلحوا هذه الأراضي. طبعا برضو من ضمن الحاجات الإيجابية الجميلة جدا إن هم الدولة اقترحت إنه هيبقى بنظام الطاقة الشمسية والري المطور، وإنه هيستخدموا أجود وأجود أنواع المحاصيل الزراعية. كل الكلام ده جميل جدا وأكتر من رائع، ولكن طبعا احنا عارفين إن كل إيجابيات بيبقى ليه حاجات خارجة إلى حد ما عن السيطرة. دلوقتي معانا أحد الشباب المنتفعين من أراضي الوادي الجديد، وبالتحديد من منطقة الخارجة شمال صنعاء. هو كان حابب إن هو يوصل رسالة للمسؤولين، فطبعا بنرحب بيه أستاذ ممتاز علي، رحب بحضرتك. وكمان معانا الأستاذ أحمد عبد النعيم محامي، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. طبعا يعني أنا قلت مقدمة للموضوع أو كده في الأول، يعني أستاذ ممتاز كلمنا على مشكلة حضرتك أو كده. والله أنا مشكلتي كنت واخد حتة أرض استثمار شمال صنعاء، وللأسف الظروف بتاعت البلد كانت جت أيام فترة كورونا ديت، وإحنا الفترة دي بصراحة كانت عقبة مش لينا احنا بس، لكل الدولة. في البداية يعني عشان معلش ننظم او نرتب افكارنا، تمام. يعني برضو عرف المشاهدين حضرتك امتى مثلا انتفعت بالارض، او امتى ان انت اخدت اوراق. المناقصة كانت 16/4/2019، تمام. واستلمت الارض 12/5/2016، تمام. دي الفترة اللي انا استلمت فيها الارض في الاول، تمام. فاحنا بعد ما استلمنا الارض يعني كنا نعمل التجهيزات بتاعتنا والاوراق والتراخيص المطلوبه منينا، فطبعا جت ظروف كورونا، طبعا دي كانت عامه على البلد كلها، فاحنا اللي مش يعني كان في من ضمن العواقب اللي قابلتنا كورونا دي، كانت موقفه كل التراخيص وكل الحاجات معانا. فانا فوجئت من مجلس صنعاء بعتوا لي انذار في فتره كورونا، ما عرفتش انا اسافر واروح لهم بصراحه. هم بعتوا لك الانذار يعني على اساس ان انت تبدا المشروع، يعني على اساس ان انا اشتغل تشتغل بقى في المشروع، تمام. وانا عندي بنود في الكراسه الشروط وفي العقد،
ما اشتغلش الا لما اطلع تراخيصي. تمام. يعني لازم اطلع كل التراخيص بتوعي. انا بعد كده رحت في فتره من الفترات يعني قدرت ان انا اتواصل واسافر اشتغل، رحت اشتغل فسالوني فين التراخيص بتاعتك، قلت لهم لسه ما اشتغلش، انا مورد فلوس ولسه ما حدش رد علي يعني لبعض الجهات. تمام. فقال لا مش هينفع تشتغل. خلاص انا خدت بعض ومشيت. بعتوا لي انذار ثاني. رحت بعد كده الانذار على بناء على الانذار الثاني عشان اشتغل، برضه مشوا المعدات بتاعتي، ما رضوش خلوني اشتغل. مين بقى معلش يعني؟ مجلس صنعاء. مجلس صنعاء. اه. تمام. مجلس صنعاء. طيب بالنسبه مثلا للتصريحات او كده، يعني هم كانوا هم اللي متوليين الامر التصريحات دي ولا انت اللي كنت متولي؟ لا انا اللي متوليها على حساب الشخصي. تمام، على حساب حضرتك الشخصي. لا انا بتكلم على كاجراءات، يعني هم مثلا اللي بيعملوها وحضرتك بتدفع الحساب الشخصي ولا؟ لا 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 انا برضو انت. تمام. انا شغال فيها مع نفسي على حساب الشخصي كده، بس لو في بند برضو في العقد او في كراسه الشروط لو اي عقبه قابلتني ارجع لهم وهم يساعدوني فيها. تمام. ان هو واضح يعني من ضمن الكلام انه هم بيمدوا الارض مثلا بالاجهزه وبالمعدات، ده تيسير للشباب. أيوة. تمام بالظبط. تمام. وبرضه مشكور معالي المحافظ، يعني بصراحه كان واجهتني قبل كده مشكله مع مجلس صنعاء لما رحت وعملت احداثيات للارض ديت، وبعد ما قالوا الارض موجوده وتمام قال لا ما فيش ارض، فمش عارف انا ايه سبب العداوه بيني وبينهم من الاول يعني بصراحه. تمام. احنا مثلا مش هنفترض دلوقتي ان هي عداوه، بس ممكن يكون مثلا في حاجه. ايوه مش عارف يعني مش عارف. لا احنا تمام طبعا، يعني احنا طبعا عارفين سياده اللواء يعني محمد الزملوط، يعني بنوجه له فعلا رساله شكر وتقدير. لا هو انا بشكره من كل قلبي والله. نعم بشكره من كل قلبي والله. بقول تمام طبعا، يعني هو فعلا مشروع اكتر من رائع، وده اللي بيخليني ارجع لحضرتك يا استاذ احمد. يعني حضرتك تكلمنا على النواحي القانونيه. يعني اولا انا برحب بالبرنامج الجميل ده وبحيي حضرتك يعني المقدمه الرائعه اللي انت عملتيها. اهلا وسهلا. وخاصه كمان احنا في قناه محترمه زي الصحه والجمال. بالنسبه للمشروع طبعا انت زي ما قلت حضرتك ان في الدولة بتقدم مشروعات، والمشروعات دي ليها هدف معين طبعا، والمشروعات دي عشان تنظم الدولة أو وضعت لها قوانين. القوانين اللي وضعها الدولة دي هدفها الاستثمار وجذب الاستثمار. تمام. وإنها كمان تجمع الشباب تحت منظومات وهي الشركات طبعا، عشان كده بتدعم هي شركات الاستثمار وبتدعم خدمة المستثمرين في جميع النواحي طبعا. الموضوع بتاع الأستاذ ممتاز إن هم أسسوا شركة، الشركة دي اسمها شركة أم الدنيا. الشركة دي قدمت طلب للمحافظة انها تستلم 400 فدان بالمزاد العلني، يعني حق الدولة كمان هتاخده بنظام معين. النظام ده انه بتاخد حق انتفاع من الدولة لمدة 25 سنة، ولكن هي بتدفع الانتفاع بتاعها الإيجار سنوي لمدة 3 سنوات. ال3 سنوات دول المفروض انها تثبت فيهم الجدية. في حالة عدم ثبات الجدية من حق الدولة انها تاخد الأرض دي وانها تطرحها لحد تاني يكون عنده فعلا المقدرة على المشروع بتاعه خلال ال3 سنوات. خلال 3 سنوات. تمام. وهو تمت المزايده على هذا الاساس، يعني انا بتزايد في المزاد بتاعي فبدفع على 3 سنين، باخد الايجار اجمالي 3 سنين الايجار. تمام. وبدفع منهم 10% مقدم في جلسه المزاد. فاذا انا عندي 3 سنين متاحين ليا من الدوله طبقا للقانون اثبت فيهم الجديه بتاعتي. تمام. الا بقى لو في حاجه يعني خارجه عن اراده المستثمر، زي مثلا ظرف جائحة كورونا اللي مرت بها الدولة، كان عندنا حظر تجوال وكان عندنا طبعا وغلق المنافذ وكل الكلام ده. تمام طبعا. الشركة بتاعت أم الدنيا استلمت الأرض قبل جائحة كورونا بحوالي 2 شهر. تمام. والشركة دي مقرها سوهاج، يعني المعدات بتاعتها والآلات بتاعتها في سوهاج مش في الوادي الجديد. فطبعا واجهت مشكلة، أول حاجة نقل المعدات من محافظة سوهاج إلى الوادي الجديد، دي أول مشكلة واجهتها طبعا. وطبعا يعني في فتره كان فتره الحظر، كنا فتره الحظر طبعا وما كانش فيه طبعاً، كان عندنا عدد ساعات معين طبعاً. لا احنا هنقدر فين نجيب في عماله ولا هنقدر نشتغل. وطبعا دي اول حاجه. الحاجه الثانيه طبعا مجلس الوحده المحليه بقريه صنعاء وهي ملزمه طبقا للشروط ان هي ما ينفعش الشركه تشتغل غير بعد ما تطلع التصريح الخاصه بيها، يعني تصريح الابار، تصريح الري، تصريح نقول ان الارض دي خاليه من الاثار، نقول الارض دي خاليه من المواد الحجريه او كذا. تمام. لازم التصريح دي كلها نستخرجها عشان نشتغل. احنا النهارده عندنا معوقات في المساله دي. من اهم المعوقات اللي احنا قابلتنا في الموضوع ان احنا لما توجهنا الى مركز بحوث المياه الجوفيه بالقناطر الخيريه
وهي احد الجهات المختصه لينا باصدار التراخيص عشان احفر الابار، لان احنا المصدر الوحيد اللي عندنا في الوادي الجديد للري هي الابار، ما عنديش مصدر تاني. يعني لا عندي نيل ولا عندي مثلا مياه تحليه، ما عنديش غير الابار. فانا عشان اشتغل في 400 فدان، مساحه 400 فدان في ارض الاول مره تزرع، لازم يبقى عندي ميه اشغل بها معداتي واستخدمها في الري واستخدمها في يعني لازم يكون عندي مصدر ري. فلما توجهنا الى المياه الجوفيه فقالت لنا ان احنا ما عندناش، وزاره الري ادتنا تعليمات ان احنا ما نطلعش تصريح ابار. طب ليه المشكله؟ قالت لنا المشكله ان الخزان الجوفي على مساحه 56 الف فدان دي مزروعه بالفعل، فاحنا لازم يكون في مصدر تاني هنوفره من قبل الدوله. المشكله دي خارجه عن اراده الشركه، يعني الشركه ما عندهاش هي يعني الشركه ما لهاش علاقه بهذه الدراسه. اتفضل. تمام. يعني هو من ضمن الحاجات اللي هي يعني اللي احنا بصراحه يعني سمعناها او كده ان هم بيستخدموا طرق الري الحديثه او كده. تمام. ما الري الحديث ده انا هستخدمه بعد البير ما تطلع، يعني لازم البير بتاعتي اوفرها الاول، احفر البير ده على عمق 200 لان دي بير اعماق، لازم اوفر الاول الميه وبعد كده استخدم الري الحديث سواء بيفت او سواء رش او تنقيط، بس لازم مصدر الميه بتاعي الاول يتوفر. مصدر الميه ده مش هعرف اطلعه انا حتى لو الامكانيات بتاعتي موجوده غير بتصريح من وزاره الري ومن معهد البحوث المياه الجوفيه. معهد البحوث بيقول لي الميه دي على عمق قد ايه وهتطلع لي ميه قد ايه كمان. تمام. يعني احنا النهارده مثلا بنتكلم في مشروع متكامل. تمام. طيب مش يعني مش كان الاساس مثلا ان كل الجهات دي كانت تبقى مكملين مع بعض؟ المفروض يبقى في دراسه اوليه بصرف يعني. النظر عن الاشخاص يعني الاشخاص يعني مش المفروض ان هي اللي تكون متوليه الامر ده يعني. انا افتكرت انه الشباب مثلا على الارض دي بيزرعوها مثلا بس التجهيزات موجوده بالفعل. لا احنا الشركات هي اللي بتجهز، الشركات هي اللي بتطرح، هي اللي بتجهز وهي اللي بتطلع تصريح على حسابها الخاص، والتصريح دي يا فندم بتعدي تكاليف يعني غير عاديه. يعني هو مثلا في جلسه المزاد دفع فوق ما يقارب نص مليون جنيه، ده في جلسه المزاد الشركه دفعت نص مليون جنيه. تصريح الابار عشان تطلع كل بير الدوله مقدراها طبعا تحت اشراف الري بمليون و400 الف جنيه، بيدفع منها برضو رسم 4% ده طبقا للقانون، غير انه كمان بيتحمل ايجار عن الفدان 1500 جنيه سنوي. تمام. كل ده حق الدوله، احنا يعني مش ضد حق الدوله ولا حاجه، بس احنا عايزين القانون اللي وضعته الدوله لجذب الاستثمار ما يتحولش لعائق. احنا عايزين القانون ده يبقى عباره عن حاجه يعني ماده سلسه نجذب بها الاستثمار. احنا عايزين مصر ترتقي وعايزين الصحراء كلها تبقى خضراء. طبعا اكيد يعني ده اللي احنا هدفنا يعني. خاصه كمان واحنا عندنا يعني القيادات التنفيذيه متعاونه معانا، يعني السيد المحافظ السكرتير العام الوحده المحليه، هي ناس متعاونه معانا يعني بشيء فعلي يعني، ولكن التطبيق بيكون عايز نوع من المرونه، يعني لازم يكون عندي نوع من المرونه. تمام. عندي عقد التزم بيه، ارجع انا للشركه ايه معوقات اللي عندك. تمام. اعرفها قبل ما ابعت الانذار، وخاصه انا عندي القانون يعني عندي العقد بتاعي، العقد ده بيقول ايه؟ ان انا عشان خاطر ارجع للشركه لازم اختارها ان انا جاي اعمل لك معاينه قبلها بخمس ايام، ده النص كده عندي. تمام. انا ما عنديش كده يعني، ما حصلش عندي في المشكله بتاعت شركه ام الدنيا ما جالهاش اي اخطارات، يعني المفروض هو يخطرني يجي يقول لي اقعد معايا ايه المشكله اللي عندك؟ اقول له والله انا في الوادي انا في السوهاج وعايز انقل المعدات بتاعتي وعندي حظر تجوال. يديني فرصه ثانيه، يديني مهله نقعد مع بعض نحل المشكله، طالما انا راجل جد، لان انا النهارده كشركه وكشباب دفعوا مبلغ زي ده طبعا مش رايحين الوادي الجديد عشان خاطر مثلا يخسروا هذا المبلغ، هي ناس يعني معنى ان هم يدفعوا المبلغ ده فدي ناس جديه يعني. فاحنا بنوصل رسالتنا للسيد المحافظ، وهو راجل متعاون جدا يعني، واحنا يعني كذا مره نتعامل معاه، وانا خاصه يعني شغال في قسم الاستثمار وعندي شركات كتير جدا في هذا المجال، هو راجل متعاون معنا جدا يعني، ولكن احنا قدمنا ليه بطلب رسمي لمد مهله، يعني عايزين بس مهله للشركه عشان تثبت جديتها فعلا في بعد مرور جائحه كورونا، رغم ان احنا برضو سامعين من الاخبار ان كمان في جائحه تاني وبنحذر منها، ولكن هنتعامل مع الظروف يعني. تمام. بس طيب يعني يا استاذ ممتاز، برضو حابه ان انا ارجع لحضرتك، يعني اخر حاجه جت لحضرتك هل يعني انت حضرتك كنت بتتكلم على سحب او ايوه بعد كده اول ما رحت بناء على الانذار التاني دوت فهشتغل، قالوا لي لا في عندك مشكله مع المحافظ روح شوف المشكله ايه وحلها. طيب ماشي، انا ما فيش مشكله مع المحافظ يعني ولا اي حاجه. تمام. اللي هو ده مجلس اداره مجلس صنعاء. مجلس صنعاء. توجهت للصندوق برضو نفس النظام، قال لي في مشكله معاك انت والمحافظ حلها. تمام. طب هل حضرتك بقى توجهت للمحافظ؟ توجهت فعلا للمحافظه، والمحافظ كان في الفتره دي في مسافر مصر
علشان مشكلة الآبار الجوفية دي. تمام. لكن ما عرفتش انه حضرتك. بس انا بعت له برضه تلغراف بالمشكله بتاعتي ولسه ما فيش رد. تمام. يعني كلمني كده. طيب يا استاذ ممتاز، كنت حضرتك مثلا ناوي محاصيل معينه مثلا هتزرعها، او يعني كنت مخطط للمشروع ده ازاي؟ كل المحاصيل. كل محاصيل حقليه ماشي، محاصيل بستانيه ماشي، كل المحاصيل، ما فيش محاصيل معينه. انت حضرتك بتشتغل في مجال الزراعه؟ انا في مجال الزراعه ابن عن جد، انا بزرع ارض من في مجال الزراعه ابن عن جد، ما عنديش مجال تاني غير. ما حسيتش انه مثلا الوادي الجديد مثلا ان هو كمحافظه بعيده او كده؟ انا حابب الوادي الجديد وحابب الزرع بصراحه، فما يعني بصراحه انا بحييك جدا، لانه يعني يمكن في شباب كتير جدا الله يخليك حتى مثلا ممكن يبقى قدامها شغل قريب، بس الا ان هي تقول لا ده بعيد قوي. فبصراحه انا بحييك. انا عامه مجال الزراعه بحبه يعني، مش هو مجال الزراعه طبعا جميل جدا، بس كمان حته الاراده اللي انا شايفاها ما شاء الله عند حضرتك، انك مثلا تروح في الوادي الجديد برضو، ده يعني حاجة يعني فعلا بحييك عليها يا أستاذ ممتاز. طيب يعني برضو محبة أن أنا أسأل حضرتك يعني يا أستاذ أحمد، آخر حاجة مثلا خلاص بقى بتطلبوا بيها أو توصلتوا إليها؟ إحنا السيد اللواء المحافظ إحنا بتكلم برضو يعني بطريقة قانونية. تمام. هو أصدر قرار بسحب الأرض دي وطرحها مرة أخرى لأحد الشركات الأخرى. المحافظة؟ المحافظة، السيد المحافظ أصدر قرار بالسحب، طبعا ده بناء على مذكرات جات من الوحدة المحلية للخارجة والوحدة والقرية صنعاء. بناء عليه هو راجل يعني أصدر، السيد اللواء أصدر قرار بسحب الأرض دي من شركة أم الدنيا. بس حضرتك لسه دلوقتي يعني بتتكلم إنه الأرض أصلا من 2000 يعني من 2019، وإن في ثلاث سنين. هي المدة ما انتهتش عندي وتم سحب الأرض. يعني المفروض أنا استنى، يعني المدة ما عدتش الثلاث سنين. يعني أنا عندي محضر تسليم صادر من الوحدة، صادر مستلمه من صندوق إصلاح الأراضي عندي من تابع محافظة الوادي الجديد، ما عداش عليه بالظبط حوالي سنة وشهرين. سنة ونص بالظبط، ولسه كمان فضل عليا سنة ونص تاني، وأنا دافع مقدم، يعني أنا دافع في جلسة المزاد 10% اللي هي مقدم للثلاث سنين. فاحنا قدمنا له طلب للسيد المحافظ تظلم من قرار السحب، وهو طبقا للقانون خلال 60 يوم يملك سحب هذا القرار، ويدينا مهلة معينة يعني خلال سنة، خلال 6 شهور الشركة برضو تقدر إيه تمارس عملها فيها، وتقدر تدي يعني تنفذ المشروع اللي هي إيه داخلة عشانه. تمام يعني احنا طلبنا يعني السيد اللواء المحافظ ان هو يقبل هذا الطلب، احنا قدمناه رسمي يعني عند السيد اللواء. قدمتوه رسمي بالفعل؟ قدمناه رسمي بالفعل في المحافظه. تمام. واحنا نتمنى بس يعني ايه يعني يكون يعني اب رحيم يعني على هذه الشركه وعلى هذا الشباب. اكيد يعني ان شاء الله. انا واثق يعني ان هو عنده لو سمع هذا الموضوع بجد شويه، انا واثق ان هو هيكون يقف مع الشباب، لان دي العاده بتاعت السيد اللواء المحافظ يعني. طبعا يعني انا بصراحه يعني هو احقاقا للحق فعلا. لا يعني يعني له كل التقدير طبعا والاحترام. تمام. واحنا عارفين طبعا انه زي ما احنا ما بنقول انه بيبقى فيه ايجابيات، بس بتبقى فيه حاجه لازم يعني يكون فيه سلبيات. مثلا معلش مثلا ممكن موظف يتعنت في امر ما او حاجه، بس يعني احنا واثقين طبعا بالقياده الرشيده، طالما هم اساسا بيطرحوا الفكر ده للشباب يبقى اكيد ان هم يعني فعلا عايزين يطوروا البلاد دي، وعايزين فعلا ان هو ان شاء الله نخرج من الازمه دي. وان شاء الله يعني هي احنا هنا من خلال برنامج يوم في الخير بناشد السيد المحافظ في استغاثه عاجله، المحافظ الوادي الجديد السيد اللواء محمد الزملوط، ان هو فعلا يتبنى مشكله الاستاذ ممتاز علي، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله يا استاذ ممتاز، وخير باذن الله. شرفتونا جدا. شكرا. شرفتنا جدا. جدا. كان معنا شكرا. الاستاذ ممتاز علي احد المنتفعين باراضي الوادي الجديد، والاستاذ احمد عبد النعيم محامي. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع مع تاني فقراتنا مع الدكتور سعد عادل اخصائي التغذيه العلاجيه الاكلينيكيه، انتظرونا بعد الفاصل.